بالنسبه للي فات، بالنسبه بقى اللي جاي ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم باذن الله هتكون المباراه الثانيه للنادي الاهلي امام سيمبا التنزاني. هتبقى عامله ازاي المباراه دي في رايك بالمقارنه بماتش الاهلي مع المريخ؟ مش هتختلف كتير، يعني ديانج امبارح بدا يبقى موجود. تمام. الاهلي الحته اللي كويسه فيه دلوقتي حته الروتيشن بتاعت اللعيبه اللي عملها قبل ما موسيماني كان فايلر ودي حاجه من الحاجات اللي بدات معظم المدربين، وانا طبعا واحد من الناس الموجود جوه المطبخ بامانه، بدات معظم المدربين يشتغلوا على حته التدوير، حته الروتيشن. الفتره دي الاهلي هيفكر في حاجه، انا عايز اجمع فرقه سيمبا، فرقه محترمه، فرقه كويسه ليها اسم كبير واسم مباع كويس جدا، لكن الغرض من المباراه ديت الاهلي عايز ياخد 3 بونت، ودي احسن حاجه في موسيماني الفتره دي. يمكن ما ببصش للاداء بشكل كبير قوي بقدر ما ببص ان انا عايز اثبت 13 14 بالكثير يمكن 15 لعيب، وفي نفس الوقت انا بجمع بنات زي ما بقول. الفتره دي هتبقى فتره صعبه شويه. سيمبا من الفرق اللي بتلعب كوره، ومن الفرق برضو اللي بتحضر كويس من تحت، ومن الفرق اللي الكويسه في القاره الافريقيه. على ما اعتقد ان ممكن موسيماني هيتعامل معاها حسب التقرير اللي هيجيله الماتش اللي كان بيلعبه مين ماتش فرق، انا مش فاكر طبعا، مش متذكر الماتش اللي لعبوه، لكن هيتعامل مع المباراه دي انا متاكد زي المريخ بالظبط. ما اخسرش، انا هطلع بره، انا ما اخسرش، يعني انا ما اخسرش بقدر ان انا مستطاع، انا لازم اجمع ابنات كويس قوي. طريقه اللعب انا بقول بتتثبت، يعني خلاص موسيماني بقت الناس كلها عارفه 4 2 3 1 وبتطبق باي شكل، الطرفين عنده بيشتغلوا ازاي. هي بس المشكله اللي بوشوش بس فيها موسيماني، بقول له الطرفين عندك لما يطلعوا لازم المكان ده يتامن كويس جدا جدا جدا، مش لازم الاثنين طايرين. بالمناسبه الجمله اللي حضرتك قلتها جمله كل الناس بقت عارفه، مش ده خطر في حد ذاته ولا ايه؟ لا بص لك، بص هقول لك، الاهلي طول عمره معروف. طب هقول لك ردا على الكلمه دي، الاهلي بيلعب في الدوري المصري، بيلعب زمالك ومقاولين وامبي ودودي دجله وبيراميدز، كل الناس ده مش عارفين الطريقه، ده عارفين كل لعيب ومواصفاته وعيوبه ومميزاته وفي نفس الوقت بيكسب. لا في حته انا يعني انت كل الناس عارفه برشلونه وكل الناس عارفه ريال مدريد، بالظبط، مش مجرد ان انا اعرف ان انا لا اطلاقا، التطبيق والوقت اللعيب حالته النفسيه والادراك وان انا انفذ، دي بتفرق مع اللاعب المصري اكتر من 70 80%. حالته النفسيه جوه الملعب وقت المباراه تفرق اكتر من 70%، ودي حاجه للاسف بص بقول للاسف، مش بقول لها كويسه، للاسف المفروض ما تكونش موجوده. يعني انا ما بقاش لعيب مودي، مزاجي كويس هادي، مزاجي مش كويس مش هادي. احنا ليه كلنا شفنا بايرن كويسين قوي او كنا خايفين بايرن ليه؟ طب انت عارف كل لعيبه بايرن للنادي الاهلي معروفين ولموسيماني معروفين، لكن اشمعنا كنا قلقانين منهم ليه؟ الناس بتطبق كره بمعنى تطبيق كوره، حرق يعني الحرفيه، معلمين يعني كلهم مستوات بنورد الله، تروس في وسط بعضها. كنت لسه بتكلم مع ريهام قبل الهوا، تروس لو ترس اتشال من مجموعه التروس دي مستحيل تشتغل. يعني ايه؟ كل واحد عارف دوره. انا كان في يا ربي مدرب منتخب مصر للناشئين كان بيعلم اللعيبه اللعب على المربعات، يعني جوه ال 18 مثلا بيقسم ال 18 مثلا 6 مربعات. أوكي. يقول مثلا سيرد باك ياخد مربع 5، والسيرد باك الثاني ياخد مربع 4، الباك رايت مربع 1، الباك ليفت مربع 2، ديفندر كذا وديفندر ثاني كذا 6. وكل واحد ليه مربعه ما يعديهوش. دي ثقافه وده تعليم. ما اعتقدش ان الثقافه دي ممكن لعيب مصري يتداركها او يلعب بيها. فالمشكله ان احنا يعني في وقت كبير بنلعب بعشوائيه شويه. تشوف التمرين شيء، انا بتكلم بكل صراحه على فكره، طبعا بالعكس ده بكل امان، انت تشوف التدريب بشكل تاني خالص، تشوف المباراه مستحيل تقول اللي كان بيشتغلوا في التدريب دول هم اللي بيلعبوا المباراه دي.